وقف مودي، شنو رايك تسوي لي؟ ضربه بوحدي نطفي راسي. طفي راسي؟ لا تبغى على كيف يذبح لك حسابك. هذا ما ضغط لايك. انا كم مره قلت لكم اني انزل الفيديو قبل دوستك بوجهك؟ ها؟ مودي شو تقول؟ نعذبه؟ لا لا لا، خلينا نحسب الخمسه، اذا ما داش لايك عينك اطشرها. وشم رايك اربع امتار لي ورا؟ تمام؟ تمام. انا مودي احسب. 1 2 3 3 4 حط حط يا انا ايش عندي غيركم؟ والله ما عندي شيء يعني، والله العظيم ترى هاي مصتشه. انا كسرتها يا مال، انت شمرتها؟ انا لازم اشمرها. ايش نسوي لها؟ نشتريها بخمسه حرام. هي من بابا. السلام عليكم شباب، انا اخباركم ان شاء الله بخير، وانتم مشاهدين فيديو اليوم. مقطع اليوم راح يكون اشترينا منتجات الجيش الامريكي، اكل وحلويات واشياء. جاهزين؟ جاهزين. Everybody هلاو هلاو. هاي يلا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. وطنية واخيرا اخيرا يا الله. طبعا شباب وصلناه من الانترنت، هذا الوصل مال الانترنت. ما نقدر نقول لكم اني موقع اشترينا عليها ما دافعين فلوس. اوقف هذا بيدي، هذا قاعدني يلا. واو والله حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه ايش نسوي؟ نفرغ البضاعه من الصندوق. شفت تعال مودي، ما قلنا لكم لايك بس طول الفيديو. لا خليهم خليهم هم هم. طبعا شباب عندنا الوجبه الاولى، هاي وجبه، هاي وجبتين، هاي ثلاث وجبات، هاي اربعه، هاي خمسه، هاي سته، هاي سبعه، رح توقع 8 9 10 وجبات. عشر وجبات، كل وجبة تقريبا تكفي في يوم كامل للجيش الامريكي. شباب هاي الوجبات، يلا مودي يلا. الوجبات كل واحدة من نوعها، فيا ربي بلكي ما يطلع لنا لحم الخنزير. لا لا هو مكتوب بالضبط، مكتوب بالمنشور لا يوجد لحم الخنزير. طبعا تحطها من قدام بس اخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هذا جاي بلاصات. طبعا شباب يجي تشيز مغلق، عايزين نفتحه. شنو هذا؟ شباب احس مثل مربى؟ لا توقع. لحم لحم دجاج. شنو ليك المربى زادين حتى؟ اي والله صح نقول الله. طبعا شباب شنو المود هاي؟ اوه طبعا ريحته وياي ريحة مالته. لك هذا خاب خربان، خاب في شيء. الله يلا افتح افتح افتح، خليه خليه قوي قوي. شنو هذا؟ طلعت مودي. اه حلو، هاي كيكة. كيكة ليش الامريكي؟ لا كيكة طعمه كلش حلو. خليه يلا، هاي بيها وجبات يعني كلش هواية. افتح شوف ضو عليه. اوه هذا شو يسمونه؟ جقاير. جقاير هذا الاصل جقاير، مو هذا بيبغونه بربع. خليه على صف هنا. افتح لي هاي. ويلي لك التلطخ ما يصير بالخير. بالخير؟ اي ليه؟ راشي قص قص ما اقدر. اوه شباب شوفوا هذا عصير طازج، هذا دبس. نخلي شويه هنا هنا. مربى هاي مربى. ايه طعمه يختلف. شوف شنو هذا؟ شاي. ها شاي؟ هذا مو شاي، ما في شاي هيك. شباب يمكن هاي الوجبه ما اعرف فيها شاي وقهوه وما ادري شنو بعد. تجي وياها خاشوقه، يعني خليها خاشوقه واحنا غير مود وياها. كيكه، هاي كيكة ليش يسمونه؟ هاي يسمونه كيكة. وعد ريحة علج. علج؟ ايه حلو هذا علج. بعد شنو؟ هذا اتوقع له شكر له ملح هذني. طبعا شباب راح نلبس لنا الضوط. جاهزين؟ ليش فتحت لك هذا حار؟ ترى هذه الحياة تجارب. اوكي شباب طلعنا فلفل، يلا هسه مودي نبدا نتذوق. بسم الله انا هاي يلا افتحها، وانا هدب هاي.
بسم الله يطلع مسمم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا متت تعرفون شنو سبب الوفاه؟ ديم والله طيب. ديم فشي مثل المخدم ودجاج وطماطه وبتيته، فشي اسطوري. تقييم من هذا الشيء 10 من 10. غاني حم. اوكي هاي راشي هاي الكيكة. شوفون مودي تاكل يلا. طيبة اسطورية. هاي الخبزة هاي الخبزة مال دايت. من دايت الدايت تكون بالتعليقات. نشينا اوريكم هذا المنتج كبريت الشخاط فشي خرافي. يلا يعني نفتح اللي بعده. تقريبا ذاك نفسه تمام. قلت لكم عليه شاي مدري قهوة الله يعلم تمام. وهاي بيها مثل العلج وسكر وملح وكلينس. هاي شوفونا شباب هاي بيها سكر وملح كل شيء. بعده هاي شنو هاي نفتحها؟ قبل نفتحها هذا طوز عصير. خلي على صفحة تمام. طبعا شباب هذا راشد تشوفونه. نعم افتح هسه انا وياكم. يلا افتح أشوكي. لا خشوقه ما يحتاج حرام ما تفتح قويه. ناكل بسم الله. طبعا شباب هاي جيلاتين بس كان جاهزين قوي كلش. اكو منتجات ما يحتاج نفتحين. هاي احتمال يمكن كيك او خبزه على ما اظن. اي شباب طبعا هاي راح نقاب كل وجبه. لا شقيت حرامات. يلا بالنص كلش طيبه. يلا حبيبي جرب. نمزيج من المايه مرقه بالدجاج ما ادري الدجاج. شباب مرات دجاج جام متكرره. لا نفسه والله. شيل 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 اسمعوني. لا نفسه ها هذا بس باللحم. الاجانب الكفار. اوكي افتح النهاية زين. شنو هذا؟ اوه زبيب. طبعا شباب طلع زبيب. خلنا نذوقه. هاك الطازج. الله مو مثل هذا يبغونه بالسوق اليابس. روح سمم. هاي خلوا بيها فنجر على ما اظن. ها؟ ايه ايه يا ولد خليها سفري. هاي خاف منها ينجرح فشي كسارات. اوكي شباب ما اعرف شنو هاي من خليها. طبعا ما اعرف هاي من خليها فما علينا. اوكي فشي نفتح كل شيء بعده لان الوجبات الاساسيه راح نلقاهن كل شيء. ازم ولي هذا حظ المتابعين. طلع هذا الكيس. صلى على محمد وآل محمد. هذا شيء جديد بسكت. هذا مبين بسكت مبين قوي. هذا طاز قلت لكم وجبة أساسية. وهاي همان هاي نفس اللي قلت لكم عليها. اللي يختلف شنو يختلف؟ هذا يضحك علي. هذا شيء جديد اللي هو أشياء تختلف يعني. هذا كم فستق بالك. الزن هاكل زن. اوه ايه فستق. طبعا شباب هذا الفستق تفضل مولي قيم لي اياه. بس الاصلي فشي هذا ابد ما احبه بس هسه طعمه اسطوري. طيبه هاي. شنو هاي مرقه؟ هاي مرقه طيبه مش طعمها مو صح؟ ايه حلوة بدها تقيمة. طيبة والله كلش طيبة. ما عجبتني. عجبتك؟ ايه ليش؟ والله ايش قد تقيمة؟ تقيمها؟ اثنين. أنا أربعة من خمسة. لا اثنين من عشرة. هذا شاي من شاي. هذا شاي. بسكت. بسكويت اثنين. تفضل مد واحد. هذا مال دايت. ابد مو حلو. ناسخ. ناسخ كلش. بيحط خشب بيه. مو خشب تحسه؟ ويطب النجار.
والله بس طيب طيب عندنا وجبات هواية خير من الله بعد خير بعدنا سبع وجبات هاي هاي راشي أجل هنفسها هنفسها بالضبط قال لي كل شيس كله يختلف طبعا الأشياء أكثريتها متكررة مع الأسف راشي هذا شنو هذا؟ افتحنا هذا والله ما سميري يلا شيء جديد هاك مو فتح انت هذا انا هاي مو بس الشيء هذا نفس الشيء انا راح افتح العلج بالله شوف وين يجي واصل ويانا العلج ايدك ايدك طبعا شباب هذا السميري شو نسوي له؟ يلا واحد اثنين ثلاثة سميري بيع علج طعم اسطوري يا جماعة اوكي شباب بابا طيب ما يحتاج افتح هذا العلج ها ما رايك؟ والله ما تقدرون هذا راشي كمان افتحنا هذا حقك لا مانجا اه ايش شوف شنو هذا؟ عصير عصير برتقالي؟ ايه يا حبايبي عصير برتقالي هم طوز بسكت اوف شباب خاف عبالكم هذا الذبة ترى لا لا ماكو شيء اسمه ذب حرامات هذا كله بالمونتاج هذا كله اكله هذا هم دجاج هاي شنو شيء جديد هاي شيء جديد شيء جديد يا الله يا الله خذنا غيبة العالم افتح بس الزهرة زين شنو هاي؟ خبز خبز الله الله حلو شباب الله خبز كيوت بس تراثه مالته في الشيء خبز نباتي ولا شنو؟ شوف شو ما صخ ما تريده حلو خبز؟ في الشيء حلو أسطورة ورب الكعبة حبايبي هذا البسكت كوكيز كوكيز؟ اي ذكرته عذروني خاف غلط بس من شيء طيب ورب الكعبة لأصيدك طعمه أسطور كمان خلي هنا أنا. لا شباب يعني بدينا بشيء حلو بدينا بشيء هذا شنو اسمه هذا؟ هذا كله راشي من السوالف الدعافيز مالتهم ايه هذا شنو هذا؟ طبعا هسه حقي خبط بين الحلو بين الحلو راشي راشي خذ لك عضه حبيبي هذا كله انت لا ما احب الراشي لا مو راشي والله حار جبن جبن والله خليه ها ها خليه هنا خليه هنا جبن اوه ها ها لابا لا تاكل عضة كبيرة اوه اوه جبن ايش بيدك هذا بيك شيء جديد يطلع لنا هسه يلا مودة مد ايدك مدة خير ان شاء الله اوبا اكو شيء جديد هو هذا نفسي يا حظي اللي قلنا الحلوة وهذا الدجاج او لحم هاي فتحة فتحة ما يحتاج مو ماكو شيء جديد يا ربي ليش راح على الخالي بلاش شنو السالفه وذني الدحافيز مالتهم العلج والشكر هذا ها سمونه هاي نفسه ماكو افتحها زين هي وجبه وجبه اساسيه يعني وجبات اساسيه فقط نفتح محل شيء ما نحتاج نفتح شباب ترقبونا على اي قناه تلقون قاعد ابيع يلا مو ابيع والله اريد في شيء جديد يا جماعه في شيء جديد يا شيء جديد هي هي يا الله شنو هاي لا هذا ما اريده واخره هذا سميري هذا ما يحتاج يعني حقي مر صار ما يحتاج افتحه شيء جديد انا افتحه على كيفك مربى مربى كاتشب خربت ملابسي عذب عيني حيدا كاتشب خالص يسطر يسطر وخر وخر شنو هذا؟ قلب الله صار ابي تحد مال اندومي 2000 السعر الحرارية قول له هاي كم فستق على ما اظن جوز اوكي مكسرات وشباب مكسرات جوز ولوز وفستق تلويزات مالتهم يا جماعة شو ياكلون؟ حيدر مو ياكلون لازم اهلي صحتين وهنا هذا كله يشوفونه يقولوا بالثلاجة شباب فشي جديد يا الله هاك الزمن زمن 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 ها
سريع. قمر الدين. طبعا شباب ما اعرف هذا قمر الدين. ها دير بالك معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حيدر موت قبلي. بس خاشي مريحتي. حلو حلو. ماشي حلو. قمر الدين هذا. قمر الدين. ايه. لا. دجاج بابا. ما مستوي. لعم خنزير. خذي دجاج من الدجاج. لا تونة هاي اتوقع. تونة. طبعا شباب تونة. خليه خليه هنا. لا ما نرى. خليه هنا بالمعان بالمعان. تونة بس يعني مو تلاقي تونة بالاسواق اللي يبيعوها. ايه الزفرة يكون يكون شكلها سمكة. طبعا قلنا هذا تشيز. هذا تشيز. تكت شاسة. شالها في شيء غريب. بس اوفر. يا رب شيء غريب يا رب شيء غريب. هاي خبزة عرفناها هاي مال شاي. هاي مرقة. اقف شنو هاي؟ افتح. افتح حبيبي. افتح. هذا الشيء. اريد في شيء مال طاقة اريد تايجر. اكب اكب اكب. ها؟ طلع لك. ما اعرف شنو هاي. نفس ذي شنو؟ توقع. ريحتها نفس ذي نفس اختها. هاي الصفرة شباب. هاي الصفرة قلت لكم عليها. فهي افتح لونها. اي. هاك التكت من هنا عندي هيجي. ما احبها. ورب طيبها راح اسفتها. شع 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 شع. ما احبها شو مو طيبة. ثلاث مرض يا ولد. انتم مال هذا اخر فيديو على القناة. انتم مال اخر فيديو على القناة يا ولد. طيبة. مو طيبة. ما تعجبك. هاك هاك كل هذا. ما اريد اكله. اوكي بسكويت عصير جبن مربى 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 وينك مربى يشت... لا مربى هذا ولد لا والله خليه هنا شنو طبعا شباب ما اعرف شنو هي طعمها ما اعرف دبس جيلاتين مربى شو ناكلوا هذولي مريبة ما تعجبني أمي الجيمر عرق وشي ليدك ما شباب بقيتنا وجبتين ما شباب كتبوا بالتعليقات تقييمكم على الأكل الوجبات شنو رأيكم بالطلبية وشباب إذا عجبكم هذا الفيديو كتبونا بالتعليقات وجبة الدولة وإحنا نسوي لكم بالضبط بس إن شاء الله أكون نلقاه متوفرة هذا نفسه شيء جديد يلا شنو هذا نفسه بسكت نفسه هذا جبن عصير عصير طاز شي نادي كل شي افتح افتح ياها يما صار عصير؟ طبعا شباب ما عرفت شنو هاي طلعت لنا افتحها هيا يلا بسم الله الرحمن الرحيم كباب لا والله والله بس خلي شم ريحته اخ زي كباب لا خمونه لا كيكه كيكه الجيش الامريكي طينس أنا أشوفها بس بالحذية. يا شباب. أشوفها بس بالحذية. القرآن أجيت أقوله بس قلت يلا عيب كل شيء الموضوع. قلت شوف بس بالحذية. باب. الشيء الأخير. تقولنا على خير. يا رب يا رب شيء جديد. يا رب. طلع على محمد. هذي. هذا شيء جامد حيل. قطعة دجاج هذا مين؟ يلا لا لا خلينا نفتحه. تمن. هاي هاي. الزم الزم الزم. إيه إيه إيه. إيه هذا الحكي. تعال خالي وافتح انا انت من جاي خالي هوي هوي تمن كله 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 اي هنا انا الحكي هنا انت عجبتني تمن وفاصوليا تمن فاصوليا ورب تمن وفاصوليا اي هي ورب تمن وفاصوليا يا جماعه يا جماعتي
ثمن فاصوليا مو تخرب. تعال يا تعال تعال. والطعم دام 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 يا جماعة. ورب طيبة ورب الكلى طيبة. يا أم العراقية سويها يا بطيخ. طعمها وريحتها والهبة ولا عجبتني مودي. طيب أني يو تشي الأخير خالي. شباب هسه انت كلك سباير هذا مودي كلك سباير. 1805 لا 1800 راح اصير دبسز من ورا الاكل الاجانب. هذا افتح العلك شاكله والله. شو حار؟ العلش بارد حارات اتشو اول شفقه. اوكي والعلش بارد ومر. هاي مكسرات هذا عصير هذا تشيز تخلطون بيه على ما اظن. بلاطه فقط. شنو هاي؟ بسكويت. بسكويت شو تقول؟ مو ذي هاي شيء جديد على ما اظن. هذا الحارة جبن. اي جبن. هاي خبزه مو؟ كيكه. هاي واقف واقف ما حد شيء فيه. يا شنو؟ فين اسمها لك؟ اقول لك الجهال الامريكان ايش يسوون؟ بس مو دي سواج. الكنيس مالتهم خشن. صوت بزونة. خذ موي خذ موي. موت. بعدين تعرف موتني اللي بتعلي. اوكي شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب عجبكم، اكتبونا بالتعليقات ايش قد تقييمكم للمنتجات بالكيس الاول بالكيس الثاني لحد الكيس العاشر، وان شاء الله ما اخذنا من وقتكم. انستغرام قناتي قناة مود بالوصف انستي كافي. بس شباب اخر لقمة معاكم. اقف 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 الكاميرا اقف مو بالخاشوق قبل خمسة تعراق بابا. تعرفون شنو سبب وفاة؟ وش تدون نسوي لكم تحديات مقالب بالمسبح وبس. نشوفكم فيديو جديد. بيس سلام. إيدك ما توصل. بخا بخا نعمل ناخده. This my life and free thoughts. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me.